لا حول ولا قوة إلا بالله، اللي بسببها يفك القيد. يفك القيد. انت عارفه لما واحد من الـ من الـ التابعين لما كان يعني كان اسره في حرب وكذا، وبعدين لما اتاثر وكذا، فراح ابوه من الصحابه راح النبي عليه الصلاه والسلام قال له التزم لا حول ولا قوه الا بالله. لما قعد الراجل يقول لا حول ولا قوه الا بالله، فجاه كده لقى ابنه بيخبط عليه في وسط الليل بيفتح الباب، اللي هو كان اسير عند الناس. فلما ساله قال له وجدت نفسي قد فك قيد يدي ولا ادري من فكه، ثم قمت فاذا فخرجت فوجدت جملا فركبته فتبعه كل الجمال. لتبي ركب الجمل اللي هو الريس بتاعهم، فكل الجمال تبعته فدخل بها على دي حديث صحيح؟ على عشان هو بيقول اللي هو حديث عوف، عشان بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الراجل بقى في القصة فيها ايه؟ بيقول ان لما كان حد بيطرق عليه الباب كان يقول من الطارق، ماشي. لكن في مرة من المرات لما اكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعدين جه البيت طرق في وسط الليل كده، حد بيطرق عليه، قال عوف ورب، ابنه كان اسمه عوف، قال عوف ورب الكعبه، فلما فتح فوجده. انا عايز اقول ان فعلا هي الست لما قعدت تقول لا حول ولا قوه الا بالله بدل الله لها الحال، لان هذه قدره الهيه. لا ما حدش يقدر يتحكم في هذه المساله. بالتحديد يعني لا حول ولا قوه الا بالله. يعني تصدق انا ما وقفتش عند لا حول ولا قوه، انا فاكراها استغفار عادي او دعاء عادي او ده هو الهمها الله، الهمت ان تقول هذا الذكر حتى يحول الله لها ذلك الامر. وذلك في القران الكريم هي عجيبه قوي، لما ربنا بيقول ان ربنا يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا. بص بقى التعبير، مش قال ويهب، قال لا ويجعل من يشاء عقيم، ما قالش ويمنع من شاء من الذكور والأنثى، قال لا ويجعل. أصل الجعل معناه التحويل. اللقاءات الزوجية بتتم عادي بانسيابية طبيعية وبأمور عادي جدا. والله سبحانه وتعالى في هذه العملية المميكنة بصورة معينة من خلالها يعطي، يهب من يشاء النوع أنثى أو ذكر، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وكذلك، أو يمنع أو يزوجهم ذكوراً وإناثاً ويجعل، يجعل يعني يحول. إذن أن هناك الآلية بتاعة الإنجاب موجودة، الرجل موجود والمرأة موجودة والعلاقة قائمة وكل الأمور تمام، لكن الله سبحانه وتعالى في لحظة ما من اللحظات في أقل من فيمتو ثانية يقول فيها ويجعل من يشاء عقيمة، بدل ما الأمر جاي على التلقيح والتبويض ويحصل كذا ويحصل الإنجاب، لا ده فجأة يتحول ويبقى ما ينفعش الحاجة دي. نفس الحكاية، ربنا سبحانه وتعالى يلقي الجنين في بطن أمه فيجعله ذكر أو أنثى، أو يجعله مثلا في عيب خلقي أو كذا، مخه في مية في كذا، هيطلع كذا، هيطلع مشلولة، يطلع منغول، يطلع كذا، أي حاجة من الكلام ده كله. لكن الله سبحانه وتعالى الذي خلقه بهذه المواصفات قادر على تحويله. فكده لا حول ولا قوة إلا بالله إدت المعنى، المعنى الحقيقي. لا حول ولا قوة إلا بالله فيها من التحويل يعني؟ لا مش فيش من التحويل، لا حول، حول ده يعني يعني إيه؟ أنا لا أملك شيئا لحالي أستطيع من خلاله أن أفعله، أي أنا عاجز، أنا عاجز إلا من قدرتك، إلا من قوتك، أنا عاجز إلا من قوتك. ما هو كده، مساعة الإنسان لما يمرض جامد ويتعب فيقول يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا عاجز يا رب، ما عنديش قدرة، مريض مش قادر أتحرك، ضعيف مش قادر، محتاج قوة، محتاج كذا، فأنت القوي المتين. فإذا نادى الإنسان ربه بقلبه أجابه الله سبحانه وتعالى. فهذه ست صالحة، ربنا أجاب هذا الجواب. يعني دايما دايما بتيجي في بالنا لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، أو يجي في بالنا الاستغفار، أو يجي في بالنا الصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، من الحاجات اللي القريبة مننا على طول، أو لا إله إلا الله. إنما لا حول ولا قوة إلا بالله دي يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتها. يعني كل اللي هيقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله وربنا يفك كربهم ويفك قيدهم وكده، تبقى في ميزانها، لأن هي برضو خلتنا نتكلم في نقطة مش دايما أنا بتطرق ليها. يعني بقى لي سنين بشتغل في القصة دي، وأنا أول مرة أعرف قيمة الدعاء ده. هو دعاء ولا ذكر ولا هو ذكر؟ هو ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهل في عدد مرات أنت حضرتك تؤمن بفكرة عدد المرات أو كذا؟ لا، العدد ما لم يكن منصوصا عليه في الكتاب أو السنة ملوش معنى. بس إحنا ساعات بنقول للناس قول 1000 مرة، قول 2000 مرة، ساعات أنا بقول كده. إيه المقصد من الكلام ده؟ إحنا أصلا اتعودنا ان احنا لما حد يقول لك قول حاجه مثلا، قول ذكر مثلا 100 مره ولا 10 مرات ولا بتاع، فيقول مرتين ثلاثه ويسكت.
فانت بتقول له قول عشان يتخطى العدد المطلوب او عشان تدي له وقت كافي. لان المفروض اقول له اقعد كل يوم 10 دقائق كده، حط شوف الساعه مثلا من 6 ل 6 و10 من 8 ل 8 و10 اقعد في الذكر 10 دقائق مثلا يعني. ما حدش هيعمل الكلام ده. فلما تقول له قول 1000 مره فيفضل بقى هو يقول من نفسه ويدي الفتره دي كلها. لكن في حاجات منصوص عليها 1000 مره مش كتير عشان بس تبان كده. قول 1000 مره دي هذا كتير قوي. لما جبت السبحه الرقميه دي فحد جابها لي من عمره كده وما كنتش جربتها عمري، وانا كده في العربيه في مشوار واعمل بيها الاقي مثلا 1600 عديت 2000 حاجات كده من غير ما احس في وقت قليل جدا. فاحنا بنقول الارقام دي او الاعداد المنصوص عليها، غير المنصوص عليها بنقول له بقى قول 1000 قول 2000 قول 10000 قول كذا عشان يفضل الانسان لسانه يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى.